الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا في رحاب الروضة النبوية الندية المشرفة المطهرة، وما زلنا مع كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتناول أمرين. الأول التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر هو فضل الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما عن الأدب والتأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يقتضي الآتي: أولا، عدم ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا عما يليق به من الوصف بالنبوة والرسالة، فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، سواء أكان ذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم أو عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم أو عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الحق سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. بل علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وسأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال رب العزة عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الأدب مع سيدنا رسول الله ألا نتعامل مع ذكره كما يتعامل بعضنا مع بعض. يقول الحق سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وسمع الإمام مالك رجلا يرفع صوته في مقام وفي حضرة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا إن الله قد امتدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم أقواما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإن حرمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. وكان بعض سلفنا الصالح إذا اقترب من روضة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألم بساحة مسجده خلعا عليه، وكانوا ينزلون عن دوابهم
ويقولون نستحي أن نلم عاكبين بصاحب هذا القب، وهو ما قاله الشاعر: نزلنا عن الأكواي نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به عكبة. هكذا عاف الصحابة والتابعون وأهل الفضل الفضل لنبي الفضل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على سيدنا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وهي سبيل لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقلت: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، أتاني آت من عند ربي، فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. ومنها كفاية الهموم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. فقال سيدنا أبي: أجعل لك صلاتي كلها. فقال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ومنها تشريف المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ورد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله عز وجل وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، فما أعظمك وما أكرمك وما أطيبك يا سيدي يا رسول الله، وما أعظم الصلاة والسلام عليك، صلوا عليه وسلموا تسليما. نسأل الله أن يوفقنا لحبه
وحب رسوله وحب من أحبه، وأن يجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة، وأن يسقينا عند الحوض بيد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.